في إطار محاربة شتى أنواع الغش، تمكنت مصالح أمني ولاية سطيف ممثلة في قوات الشرطة التابعين للأمن الحضري الأول بأمن دائرة عين المان، وعلى إثر استغلال لمعلومات مفادها قيام شخص بتخزين كمية معتبرة من مادة الشم المقلدة والمعبأة الجاهزة للتسويق، وبعد تأكيد المعلومة تم استصدار إذن بالتفتيش عن النيابة المحلية لمسكن المعني بالأمر، أين تم حجز كمية معتبرة تفوق 53 ألف وحدة من مادة الشم المقلدة بعدة أنواع، بالإضافة إلى 270 كيلوغرام من مادة الشم الخام. تم إنجاز ملف جزائي في قضية الحال ضد المخالف، سيقدم بموجبه أمام الجهات القضائية محل الاختصاص.